أهلا المشاهدين، رحب بكم حلقة جديدة من برنامجكم التفاعل الرياضي كليك. تقدرون تشوفون على الفيسبوك انستغرام تويتر ويوتيوب، وتقدرون تشوفون البث المباشر للرابعة الرياضية بكافة برامجها من ضمنها برنامج كليك على الرابعة دوت تي في. مواضيع هواية عندنا بحلقة اليوم، وبالإضافة لهذا عندنا سؤال راح يعجبكم راح تحبوه. ما نطول عليكم نبلش. حققنا التأهل وأنا راض عن الأداء، وأكد أنه المنتخب استحق التأهل بعد التطور بالنتيجة. طبعا منتخبنا الأولمبي وصل قبل قليل إلى العاصمة الأوزبكية طشقند تحضيرا لملاقاة أوزبكستان يوم السبت المقبل. نتمنى الفوز لأسود الرافدين ويثبتون جدارتهم وأحقيتهم ويردون على كل المنتقدين بالفترة الأخيرة حول أداء المنتخب، مثل ما انتقدناه من كان أداء متواضع، لكن الآن الأداء بدأ يصير تصاعدي. واجبنا الكل ندعم المنتخب ونقدم له ما يستحقه من دعم. نكمل وياكم بقية فقرات برنامجنا أصدقائنا المشاهدين. طبعا اللاعبين احتفلوا بفوز المنتخب من داخل غرفة الملابس، وانتشر فيديو جدا شهير اللاعبين يصيحون سوكوب أبو الغيرة. خلونا نشوف الفيديو. إذن هذا الفيديو جدا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصدقائنا المشاهدين. كثير من الأحداث حثت بمباراة الأمس راح نحكي بها تباعا، لكن أهمها هو مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي سعد حافظ أكد أنه المنتخب الأولمبي راح يظهر بنفس الجودة اللي راح يظهر عليها اللي ظهر عليها بالمباراة السابقة راح يظهر عليها بمباراة أوزبكستان. صراحة تحدي كبير، غدا إن شاء الله سنغادر إلى طشقند لمقابلة الفريق الأوزبكي، الفريق أنا من وجهة نظري الأصعب والأميز بالبطولة، وهذا ما يعني بأنه ما نكون ند للفريق الأوزبكي. أنا بالنسبة لي أقولها بكل صراحة، لو فريقي يلعب وأنا على ثقة بنصف الأداء اللي إحنا نعتقد ونثق بهم، أنا على يقين نستطيع إيقاف الفريق الأوزبكي ونتغلب على الفريق الأوزبكي. ولكن مع الأسف الشديد كثير من التفاصيل للآن لاعبينا بصراحة يعني ما أعرف، يعني هل هي حجم الضغوطات اللي جاي تأثر على مستواهم وعلى أدائهم الجماعي وليس الفردي. هنالك
أداء فردي مبالغ به من اللاعبين وجهناهم لأكثر من مرة. نتأمل إن شاء الله، ولنا ثقة كبيرة بلاعبينا إن شاء الله مباراة أوزبكستان تكون مختلفة بالأداء والنتيجة إن شاء الله. إذن كان هذا كلام من كابتن سعد حافظ مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم. بالإضافة لهذا الموضوع تحدث زميلنا غيث جمال موفدنا إلى أوزبكستان مع الزميل طه برغيف يوم أمس عن جزئية جدا مهمة، وهي اعتذار الكابتن غانم عريبي عن الحركة اللي قام بها اللاعب منتظر محمد. خلينا نشوف نشوف غيث شنو قال عن الموضوع، وشلون إدارة المنتخب تتعامل مع التصرفات الفردية اللي أكد عليها الكابتن سعد حافظ. طبعا ما أن انتهت المباراة ووصل الوفد إلى الفندق، تم الاجتماع من قبل الجهاز الإداري ليس بمنتظر وحده لكن بجميع اللاعبين، يعني ما أقول لك توبيخ بالشكل المباشر، لكن كانت هناك رسالة تربوية من الجهاز الإداري بصراحة، سان مو جاي دافع أو شيء عن أحد، طلبوا بأنه عدم تكرار هذه الاحتفالات وهذه التصرفات، وطلبوا من منتظر أن يعتذر. قبل ذلك الكابتن غانم عرابي هو من يعني طلب أن يظهر عبر الاتحاد الآسيوي ويعتذر، يعني هاي المباراة ما صار لها دقائق من خلصت. وأيضا ظهر يعني تعقيبا على كلام الكابتن قصي، ظهر في المكتب الإعلامي واعتذر. هو يقصد كان شخص، يعني حسب كلامه ما أعرف، هو أنا ما أعذر اللاعب، هو يعني أحيانا العمر يكون مدى إدراك اللاعب قليل، لذلك هو يعني تحدث مع الكابتن غانم والجهاز الإداري. طبعا هذا الموضوع كان شغل شاغل اليوم أمس بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وكافة البرامج الرياضية. الموضوع انتهى، خلينا نتفق على هذا الشيء، انتهى الموضوع. والآن مثل ما اللاعب أخطأ وانتقدناه، الآن واجبنا ندعم اللاعب وندعم الفريق بشكل كامل، لأنه إحنا بمهمة صعبة أمام منتخب أوزبكستان البلد المضيف اللي انتصر على قطر بست أهداف مقابل لا شيء. انتهت الحادثة، اللاعب تمت معاقبته أو لا، لذلك خلي نطوي هاي الصفحة، نفتح صفحة جديدة. الآن واجبنا دعم المنتخب. خلينا نشوف زملائنا الإعلاميين شنو كتبوا عن الفوز يوم أمس وعن تطور أداء المنتخب. نقرأ البوستات اللي انتشرت يوم أمس. بالبداية خلي نرجع نعيد الأستاذ عدنان لفتة المحلل بقنوات الرابعة الرياضية، قال تأهل عراقي مستحق إلى ربع نهائي كأس آسيا دون 23 عام، فوز ثلاثي على الكويت يحسم المركز الثاني لفريقنا بعد خسارة الأردن أمام أستراليا، أداء هجومي أفضل للاعبي الأولمبي وما زلنا بانتظار التأهل أو التألق في ربع النهائي. بالإضافة لهذا تحدث الدكتور عدنان لفته أنه الأخلاق درس يحتاجه لاعبو الأولمبي لتعلم كيفية تشريف فانيلة الوطن والاحتفال بانتصاراته، وليس بإشارات غير مهذبة للاعب قص اللسان. لا تنفخ الفوز لأنه جاء على أضعف فرق البطولة، والعيون تترقب الاختبار الحقيقي المقبل. طبعا كان هذا البوست اللي كتبه الدكتور عدنان لفته، وهو صحفي رياضي وأيضا محلل قنوات الرابعة الرياضي. خلينا نشوف بقية البوستات اللي انكتبت عن فوز الأمس وكيفية تفاعل الوسط الرياضي معها. زميلنا الصحفي الرياضي علي إسماعيل كتب: أولمبينا يحقق المهم ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة آسيا، منتخبنا سيلاقي أوزبكستان البلد المضيف يوم السبت المقبل، الأداء والشخصية يجب أن تتغير إذا أردنا الوصول بعيدا في البطولة. إذن هذا البوست اللي كتبه زميلنا علي إسماعيل، وقال إنه الأداء والشخصية يجب أن تظهر إذا أردنا الوصول بعيدا في البطولة. خلينا نشوف بقية البوستات ورسائل الدعم اللي انكتبت. عماد محسن، طبعا هذا البوست جدا مهم، شوية خلي نركز به. عماد محسن لاعب منتخباتنا الوطنية السابق وهو يعني لا يزال يلعب بالدوري العراقي، كتب: مبروك لمنتخبنا الأولمبي وقادمكم أفضل إن شاء الله، هارد لك لبعض العقول التي تسعى بشكل مستمر للنيل من منتخباتنا الوطنية،
رسالة للعقول التي دائما ما تنتفض، دائما ما تنتقص من المنتخبات واللاعبين. اتقوا الله في أنفسكم وباللاعبين قصده، لأنهم شئتم. عن أهمية دعم المنتخب وأهمية دعم اللاعبين وإسنادهم بمهمة وطنية سواء أخطأوا أو ما أخطأوا. لذلك قال أهم شيء أنه ندعم هذا المنتخب، وهارد لك للعقول اللي شغلتها تنتقص. خلينا نشوف بقية التعليقات أو البوستات. الكابتن عماد محمد طبعا مدرب منتخبنا الشبابي ولاعب الدولي السابق كتب: مبارك فوز منتخبنا الأولمبي، وأتمنى لكم تقديم مستوى أجمل في جميع المباريات. وختم بهاشتاج كنا العراق. إذن هذا تعليق البوست الأخير لو عدنا بعد. أتوقع
خبر من إدارة الزوراء وإدارة ريال مدريد بزيارة ريال مدريد السابقة لنادي الزوراء. طبعا إدارة الزوراء تحدثت وطمئنت جماهيرها بأنه الفريق مستعد لمباراة الكأس اللي راح يلاقي بها الجوية. وقال كريم رزاق عضو إدارة النادي والمشرف على الفريق للوكالة بأنه بعد أن فقدنا لقب الدوري طموحنا راح يكون الحصول على لقب بطولة كأس العراق، كونه لا يقل شأنا عن الدوري الممتاز، وذلك من خلاله من خلال ما يقدمه اللاعبون في مباراتهم أمام الجوية. وأوضح أن المباراة رغم أنها ليست نهائية إلا أنها بمثابة مباراة الصراع على اللقب بين قمتي الكرة العراقية. وأضاف أنه الزوراء دائما يظهر بمباراة كهذه في أعلى مستوياته بالأداء، وشبه فريق الزوراء بريال مدريد الإسباني صاحب الألقاب، مؤكدا أن الزوراء يشبه فريق ريال مدريد بكل شيء، وحتى عندما يكون بظروف صعبة فإنه لا يختلف عنه ويتمكن من حسم النتائج لصالحه. وبيّن أن إدارة نادي الزوراء تدعو لجنة المسابقات بتحديد موعد مباريات دور ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم بعد تأجيلها، ليتسنى للفرق الثمانية الاستعداد ومعرفة موعد خوض مبارياتها. يذكر أنه الفرق اللي وصلت إلى دور الثمانية من بطولة كأس العراق لكرة القدم هي الزوراء، القوة الجوية أربي زاخو، الكرخ، الكهرباء، وأمانة بغداد، بالإضافة إلى مصافي الجنوب. إذن هذا الخبر قلنا تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس. خلينا نشوف المعلقين شلون تفاعلوا ويا الموضوع، والجمهور الرياضي شلون تفاعل مع موضوع الزوراء يشبه ريال مدريد. مجموعة من التعليقات عندنا حول هذا الموضوع، خلينا نشوف هذه التعليقات. التعليق الأول حول تشبيه الزوراء بريال مدريد من محمد حسين. محمد حسين يقول لكن الزوراء أفضل لأنهم لا يعتمدون التحكيم في مبارياتهم، لهذا السبب لم يحققوا الدوري منذ فترة. إذن محمد يتهم من خلال تعليقه يتهم ريال مدريد باعتماده على التحكيم بإحراز الألقاب، لذلك يقول الزوراء أفضل من ريال مدريد لأنه ما يعتمد على التحكيم، وهو بهذا السبب بعيد عن تحقيق النتائج وتحقيق الدوري لفترة طويلة. خلينا نشوف بقية التعليقات حول الزوراء وتشبيهه بفريق ريال مدريد. تعليقنا الثاني أصدقائنا من حساب بعنوان يوميات عمار العبادي، يقول أنا شجعكم اثنينكم بس عليكم الله لا تحجون هيك شيء بعد. إذن عمار أو الحساب اللي بعنوان عمار العبادي يقول أنا شجعكم اثنينكم بس عليكم الله لا تعيدوها بعد، يعني يرفض تشبيه الزوراء بريال مدريد أو ريال مدريد بالزوراء، ما نعرف هو إلى أسباب الخاصة. خلينا نشوف بقية التعليقات حول موضوع اليوم. التعليق الثالث من حساب بعنوان ضرغام الدراجي يقول ريال مدريد زعيم إسبانيا والعالم، بين قوسين كاتب فريق العاصمة، والزوراء زعيم العراق، وأيضا كاتب بين قوسين فريق العاصمة، وكلا الفريقين يرتديان اللون الأبيض. إذن ضرغام الدراجي يأكد من خلال تعليقه أنه الزوراء والريال اثنينهم فرق العاصمة واثنينهم يرتدون الفريق الأبيض، لذلك هذه المقارنة هي مقارنة ومقاربة صحيحة. خلينا نشوف التعليق الأخير. التعليق الأخير حول الموضوع حساب بعنوان حمادة الفضي. حمادة الفضي يقول الشرطة يشبهون برشلونة والجوية يشبهون أتلتيكو مدريد، خلاص صار عندنا دوري إسباني ثاني. إذن حمادة أتوقع سخر من الموضوع بطريقته الخاصة، باعتبار أنه شبه الشرطة ببرشلونة والجوية شبهون أتلتيكو مدريد، خلاص صار عندنا دوري إسباني ثاني. إذن هذه رؤيته أنه لا الشرطة يشبهون برشلونة ولا الريال يشبه الزوراء ولا الجوية يشبهون أتلتيكو مدريد، أكيد كل فريق بفريقه، لكن يجوز تشابه الألوان عند الكابتن كريم رزاق خلى يشبه الزوراء بريال مدريد، وإلا جمهور الزوراء يشجعون ريال مدريد ويشجعون برشلونة ويشجعون مختلف الفرق. فهذا الموضوع كان متداول يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي. أصدقائنا المشاهدين احنا مستمرين وياكم، لكن
الكل شاف العالم شلون تفاعل مع أوكرانيا وشلون دعمت الدول مختلفة وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم كيف استبعد روسيا وبقى أوكرانيا ببطولة الأمم الأوروبية ومختلف البطولات حتى الأندية الروسية كيف تمت معاقبتها ورؤوس الأموال. وهذا الأمر أكيد يرجع لأسباب سياسية وأسباب تتعلق بالحرب، لكن الموضوع المهم هو كيف تفاعل العالم أيضا مع عدم تأهل أوكرانيا لنهائيات كأس العالم بعد أن كان قريب أو على بعد خطوة وتأهلت ويلز على حسابها إلى نهائيات كأس العالم. العالم أغلب نشر بوستات وصار تفاعل على أنه أوكرانيا كان يستحق التأهل، وتعاطفا مع منتخب أوكرانيا كان المفروض أوكرانيا يتأهل إلى نهائيات كأس العالم. صفحة مصرية بعنوان أقلي فوتبول الدولة الموضوع بطريقة خاصة، خلينا نشوف أقلي فوتبول إيش كتبه. أقلي فوتبول حساب على الفيسبوك كتب: الإعلام بيطبل لمنتخب أوكرانيا ود إيه إنجاز إنهم وصلوا في التصفيات للنهائي، واللعيبة كل شوية بتعيط وبيرفعوا أعلام ومحن فاضي، حد يفكرهم الرجالة دول عملوا إيه في 2007 من غير تطبيل ومحن ومن غير يكة فاضية. طبعا هذا الحساب المصري حساب أقلي فوتبول كتب أنه أنتوا مشغولين بأوكرانيا ومشغولين بعدم تأهلها لكأس العالم، وكلكم تتباتشون وكلكم تريدون تذكرون العالم بمأساة أوكرانيا، وهذا حق طبيعي طبعا، لكن أنه أنتوا ناسين هذول الشباب سووا ب 2007 من دون دعم من دون تحفيز ومن دون حتى أي تطبيل. هو كاتب والبلد كان عبارة عن أزمات وكان عبارة عن مشاكل. لذلك حساب مصري استذكر إنجاز أسود الرافدين الأهم وهو إنجاز كأس آسيا 2007. أكيد الموضوع شهد تعليقات كثيرة من العراقيين اللي شكروا المصريين على هذا الاستذكار، وأيضا المصريين استذكروا هذا الإنجاز العراقي المهم. خلينا نشوف التعليقات حول الموضوع أصدقائنا المشاهدين. تعليقنا الأول حول استذكار صحيفة أقلي فوتبول للفوز العراقي بكأس آسيا 2007 من حساب بعنوان أمير ليث. أمير يقول: بنص الإرهاب والانفجارات والمعاناة فزنا بكأس آسيا واحتفلنا، والانفجارات تملخ بغداد وتدمرها تدمير. إذن هذا كان تعليق أمير حول الموضوع، وأكيد فعلا كانت الانفجارات هي السمة الأبرز بديك الفترة، فترة 2007 والاقتتال الطائفي وغيرها من التفاصيل. المنتخب بهذه الفترة كان يفوز وكان يفرح الشعب العراقي. خلينا نشوف بقية التعليقات حول موضوعنا لليوم. تعليقنا الثاني من حساب بعنوان كرار المياحي. كرار يقول: يا أخي عالجرح، إنجاز مظلوم بنص الحروب وأخذنا بطولة قارية. إذن كرار يشكر الصفحة المصرية على طريقته الخاصة، يقول: يا أخي تعجرح، هذا الإنجاز مظلوم، أخذنا بطولة قارية وإحنا بنص الحرب. خلينا نشوف بقية التعليقات حول موضوعنا لليوم. إذن التعليق الثالث من حساب بعنوان محمد سمير بدوي. محمد طبعا مخلي علم مصر بحسابه وهو إنسان مصري، يقول: أوه، العراق بلاد العلم والتاريخ والحضارة القديمة، كم هي جميلة بلادنا العربية وما أعظم تاريخها. هنا من القاهرة نرسل سلامنا إلى بغداد وإلى جميع بلادنا العربية من المحيط إلى الخليج، ونسأل الله العودة إلى الطريق الصحيح بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. إذن محمد عبر من خلال تعليقه من سلام من القاهرة إلى بغداد، وإحنا أيضا نبعث سلامنا من بغداد إلى القاهرة ونشكر هذه المشاعر الطيبة. نكمل بقية التعليقات حول موضوع اليوم يا أصدقائنا المشاهدين. إذن هذا التعليق من حساب بعنوان حسين علي، هذا لاعبنا العراقي من المآسي جاب فرحة. إذن كان هذا تعليقنا الأخير أصدقائنا المشاهدين حول الموضوع. عندنا
عندنا كثير من المواضيع بصراحة، لكن الوقت ده يجري، احنا ما نريد نطول عليكم. لكن يوم أمس انتشرت صور كثيرة للاعب أو لعراقي يدخل ملعب برشلونة ويسجل هدف في ملعب الكامب نو. محمد مغير، لا شخص عراقي سائح، زار ملعب برشلونة، ملعب الكامب نو، ونشر صوره ونشر فيديوهات وهو يسجل هدف في ملعب الكامب نو. طبعا هذه الصور اللي انتشرت محمد مغير، الشاب اللي شارك بهذه التجربة وراح الملعب برشلونة ولعب، وهو أول عراقي يسجل هدف في ملعب برشلونة. محمد ينضم لنا من إسبانيا ومن مدريد هذه المرة. محمد مساء الخير. مساء النور أستاذ أحمد عليك وعلى مشاهدين قناة الرابعة الرياضية. شكرا جزيلا. أول شيء المكان اللي قاعد بيه كلش حلو، حزك عليه، الجو يمنا حار هسه، بس احنا نريد نتعرف عليك على السريع. إذا نريد نسأل منه محمد؟ أنا محمد مغير، صاحب شركة سفر. طبعا الفكرة كانت محمد النت عندك سيء بإسبانيا. لا والله النت زين، بس أول مرة أستخدم برنامج سكايب. طيب أي أول مرة أستخدمه فما أعرف. أرجع عرفنا بنفسك، الصوت راح. أنا محمد مغير، صاحب شركة سياحية، شركة صلالة للسفر والسياحة بغداد المنصور. كنت دا صفح على الفيسبوك، فطلع الإعلان على صفحة نادي برشلونة. طبعا أنا عندي إقامة بإسبانيا، بس يعني أروح وأرجع بين فترة وفترة. زين. فقدمت طلب على، شفت الاعلان مال نادي برشلونه، فقدمت طلب عن طريق الويب سايت مالتهم. زين. طلبوا من عندي معلومات وتفاصيل عن البنيه، عن البنيه الجسمانيه وعن مركز اللعب. البنيه الجسمانيه ومركز اللعب، حلو. اي نعم نعم، وضحت لهم كل التفاصيل. زين. وكل المعلومات، دزيت لهم صور لي. بعدين ورا تقريبا 6 ساعات حصلت الموافقه، فبقى بس بقى دفع تاكس اللي هي الضريبه مال الملعب. طبعا اكو هواي من الجمهور والمتابعين يفكرون انه النادي يعني واقع بازمه ماليه، وهاي اللعبه كلها على مود الازمه الماليه. بس الفكره بالموضوع يعني احنا لو نجي نحسبها انه شو اسمه، هم عندهم يعني لعبتين فقط، يوم 6 ويوم 11. تمام. فشنو صار شو اسمه، يوم 6 تقريبا شو اسمه، عندنا 3 بدلاء زين و11 اساسيين، يعني تقريبا 28 لاعب. زين محمد. تمام. سؤال انت قبل لا تطول لي بالتفاصيل، انا اريد اسالك يعني انت من خلال الحجز، حجزت تواصلوا وياه؟ اي نعم. اول ما وصلت شنو اللي صار يعني؟ راسا سلم وقت تجهيزات، شنو اللي صار؟ احكي لنا. طبعا دزولي مثل الفاوتشر، مثل التيكت للملعب، وانطوني بيه تفاصيل، ودزولي التعليمات كلها على الايميل. نعم. شو اسمه، الحضور كان الساعه لازم بالتسعة الصبح اكون انا يعني بالملعب على الجيت رقم 15 ملعب الكامب ناو. فرحت هناك، شو اسمه، لقيت موظفين. طبعا كان ويا صديقي همين
ساعدني شويه بالاجراءات يعني طلع وياي من بغداد هو. فوصلت هناك فسلموني هم كادر الاستقبال مالتهم فاخذوني اسمه تاكدوا من اسمي والتيكت مالتي والباركود فاخذوني لل اسمه المنزع يعني كانه لعبه دوليه رسميه وش اسمه وحضروا كل اللواعيب الموجودين. فدخلنا للمنزع طبعا شو اسمه انا منطيهم قياسي وقياس الملابس وكذا ف شو اسمه بس شويه الصوت يمي ماكو مشكله محمد احنا نسمعك بس ايه؟ بس انا اريد اسالك يعني ايه؟ انت نزلت وشاركت بالمباراه ايش قد كلفتك ايه؟ العمليه؟ العمليه كلها تقريبا 315 دولار 315 دولار اي هذا التاكس فقط ماكو هوايه مشاهدين ومتابعين ايه؟ يعني انت لو تجمعها هسه 28 لاعب على لعبتين تقريبا 28 في 2 تقريبا يطلع التوتال 56 شخص 56 شخص في 320 ايه؟ يعني يطلع فهد مبلغ رسمي مبلغ كلش رمزي بالنسبه لبرشلونه ما محتاجه نادي برشلونه ما محتاجه لهيك مبلغ زين ابو جاسم سؤال بيسوون فكره جديده لانه كان اسمه كان اكو حضور اعلامي هائل وقنوات اسمه اوروبيه واسبانيه رياضيه وش اسمه حضروا الحدث وتصوير الحدث وكل التفاصيل. طبعا هوايه قنوات اوروبيه سوت لقاءات ويانا لان انا حصلت على هداف المباراه انا سجلت سؤال. هدفين تفضل جواب انت صح. انت انت شنو شعورك من سجلت بالهدف اللي سجل بيه ميسي وسجل بيه تشافي وسجل بيه انيستا وما يعني لاعبي برشلونه وحتى الظاهره رونالدو سابقا يعني كريستيانو رونالدو اجى الملعب برشلونه وسجل بيه احكي لي شعورك شنو وانت سجلت بهذا الهدف؟ لا هو اكيد شعور مختلف هو ايه؟ اصلا يعني من 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 غرفه تبديل الملابس للدخول الملعب يعني دخول رسمي للملعب عند زيت لك يمكن الفيديوهات شفتها عرضناها نعم اي بالضبط الدخول رسمي للملعب وسافره البدايه ومدرب خاص فريقنا ومدرب خاص بفريقهم وحكم للمباراة وطبعا كانوا مشجعين بس انت قيمتك يعني شعور مين وصف قيمتك بالسوق بسوق الانتقالات اكيد صعدت ورا الهدف ها طبعا صار لي هواي ملاعب طول اي ايش قد طولت والله اتوقع عندي شويه تعبان ايش قد طولت طولت يعني هو الشوط الاول 30 دقيقه والشوط الثاني ايضا 30 دقيقه يعني كل المباراه 60 دقيقه بس يعني حملت يعني هاي ما عدا الاحماء والكذا اي تحملت اي اي زين زين بس ده احنا نشوف الفيديوهات الشمس كانت حاره الساعه بيش كانت اللعبه اللعبه بدت الساعه 10 الصبح اه اي الساعه 10 الصبح بدت اللعبه طيب احنا ابو جاسم جدا نشكر وجودك نتمنى لك التوفيق هذه الاجراءات طبعا سؤال اخير الاجراءات سهله للعراقيين سواء بالنسبه ليوم 11 او بمناسبات قادمه يفتحها نادي برشلونه اجراءات الحصول على الفيزا هسه انت عندك اقامه لكن الحصول على الفيزا او اي مناسبه ممكن تحصل اجراءات سهله للعراقيين هنعرف جواز العراقي بمشاكل والله هي الفيزا صعبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي كله بس يعني احنا كشركة صلالة شوية لا تروج للشركة لا كمل حديثك ايه فش اسمه الفيزا اكيد صعبة لازم عندك دعوة من نادي او دعوة تجارية او كذا يعني الفيزا بيها صعوبات لازم عندك كشف حساب وتفاصيل بس المقيم بالاتحاد الأوروبي او يملك جنسية او اي احد يملك جنسية ثانية يعني شو اسمه يكون الموضوع جدا سهل بس انا من حسن حظي انه اول ما فتح الموقع يعني بعد دقيقتين سجلت وحصلت على فرصتي يعني بعد ساعه من ما فتح الموقع تكتات كلها فولت لان تعرف هي تقريبا صح. 56 تذكره فقط 56 لاعب فكلها فولت يعني عرفت شلون انت حاليا بمدريد انا حاليا بمدريد وان شاء الله طيارتي بعد تقريبا 3 ساعات راح اطلع مشوف ايش اسمه قاعد بالشارع لان دا اطلع للمطار دا اروح لباريس كل التوفيق ان شاء الله محمد شكرا جزيلا لانضمامك ويانا اخذنا من وقتك ونتمنى لك سفره حلوه شكرا جزيلا اذا بهذا اللقاء السريع والدردشه مع محمد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعه وطيب الاصغاء اليوم حلقتنا للاسف ما بها سؤال راح نلتقيكم بحلقاتنا القادمه تقبلوا تحياتي بالاعداد والتقديم احمد جليل وتحيات
كل الشباب خلف الكواليس. في مع الله.